حلقة من أوتونيكس. اليوم رح نتعرف على القلقة ويت ان بافيا اللي هو كاونتر من شركة أوتونيكس. هيدا الكاونتر very easy to use, plug and play, وبيمشي لحد 240 فولت دي سي. الحلو بهيدا الكاونتر انه بياخد انبوت فولتج وعندنا شاشة, هالشاشة كتير سمبل بس عليها الرقم قديش عم بيعد. عادة مثلا هيدا بنستعمله اذا عندنا شيء عم بيقرا مثلا قصص ميتال, قصص بلاستيك, بوابة باركينج, مثلا سيارات فايتة طالعة. بنستعمل هيدا الكاونتر مع غير قطع من أوتونيكس كرمال نقدر نشوف شو هن القصص يلي عم تقطع نعدهم, يعني نشوف كم وحدة عم تقطع. فيه فيتشر حلوة انه فيه كبسة ريست نقدر نكبسها to reset the counter, وكمان شغلة انه منقدر نمنع كبسة هيدا الريست من خلال internal switch بقدوه. رح نشوف هلا كيف منوصله لهيدا الكاونتر وكيف بيمشي. So guys, هيدا هو الكاونتر, رح افتحه هلا. اهم شيء انكم تقروا الكتالوج اللي بيجي مع الكاونتر تتعرفوا ديتيلز اكتر. الكاونتر مثل ما قلنا له كبسة ريست, هون منشوف الرقم يلي عم بيعد عليها, ومن ورا في عنا اربعة بينز. اول اثنين هن اذا بدكم للبلوس والموان يلي جايين منه, يعني من السورس الدي سي يلي جاية, وتاني وحدة هن للريست. نحن بهيدا الفيديو رح نستعمل هودا الاثنين تنعد. سو رح جيب كروكودايلز اثنين وصلهم على البطارية. البلوس هون بيكون على البين نمبر 1 والموا بتكون على البين نمبر 2. رح شيل هذا البوش بطن وحطه, ما بعرف اذا مقشوع بالفيديو, رح جرب زح الكاميرا هيك. اوكي هلا صار لازم نشوفه. هلا انا بحط على البطارية بعد 1 2 3 وكذا. So guys, شوفوا هلا انا هون بس حط هاي سات ويت ناف ديس اونز دوز. اوكي هلا اذا ما بدي اعمل ريست, اذا بدي اقبس ريست بس ما تروح لانه بدي امنع الريست, اللي رح نعمله انه رح منجيب فك براغي هون على جنب. عندنا المطرح يلي فيه السويتش, وهيدا السويتش اذا منزيحه لهالميله هيك ساعتها اذا بنقبس ريست ببقى يقبس. اوكي هلا اذا بنرده, اوكي اذا بنرد عن جد نقبس ريست تقبس. جايز شغله كثير سريعه بس قبل ما يخلص الفيديو, انه عملنا نفس الكونتر بنفس الطريقه على اردوينو. بدعيكم اذا عبالكم تتسلوا تشوفوا الفيديو هون, وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. نشكر شركه سي بي الكترونكس اكيد على دعمها. كل هودا القطع فيكم تلاقون بالشركه, وفيكم تتواصلوا معها عبر الارقام يلي عم تقطع باسفل الشاشه وعبر الويب سايت تبعهم. وانا برجع بشوفكم فيديوهات ثانيه. We'll be right back.